خساره بنغزل المحله 1-0. انا كان عندي طريقه اعمل بيها موسيماني، ان الراجل ده زي هيكتور كوبر، الراجل مش بتاع اداء، الراجل مش بتاع جمل تكتيكيه، الراجل مش بتاع تغيير يقلب لك الماتش، الراجل بتاع انتصارات وبتاع نتائج، وطول ما الراجل نتائجه ماشيه والراجل بيقدر ان هو يحقق الانتصارات مش هنتكلم معاك، انما اول ما النتائج ما تبدا تخسرها خلاص يا معلم، الكلام على اقالتك لازم يبدا. ليه؟ لان انت رصيدك الفني عند الجمهور مش كبير جدا، تصريحاتك حلوه الناس بتقول عليك ان انت مدير فني مرزه بس الوقت اللي انت تخسر فيه دوري وتبدا الموسم بخساره السوبر، وقتها اظن ان ده الوقت المناسب اللي احنا نتكلم على مدى جديه استمرار موسيماني في القياده الفنيه للنادي الاهلي، وهل الراجل ده عنده حاجه يقدر يقدمها للنادي بعد ما خد الاثنين افريقيا؟ انا عن نفسي ما اعتقدش، وانا عن نفسي بتكلم على موسيماني من فتره طويله جدا ان الراجل عنده مشكله كبيره جدا في بدايه الماتشات، وعنده مشكله كبيره جدا في التغييرات، وعنده ازمه كبيره جدا في ان هو فنيا مش بيقدر ان هو يفيد الفريق في الماتشات اللي بيبقى فيها تكتلات دفاعيه. مفيش شغل فني بيحصل، هتقول لي لا في جمل حصلت النهارده في الملعب بتقول ان في شغل فني بيحصل، عايز اقول لك حاجه بس، في جمل بتحصل جوه الملعب بين اللعيبه على حسب قدراتهم الفرديه والمهاريه، بتبقى حاجات كده قدرات فرديه. ليه بقى بتبقى قدرات فرديه؟ لان انت بتشوف الحاجه دي ما بتتكررش كتير، بتشوف الحاجه دي بتحصل مره واحده في ماتش من 5 ماتشات، ده معناه ان اللي بيحصل شغل فردي مش شغل تكتيكي او شغل فني للمدير الفني. الشغل الفني والتكتيكي ده اللي بيتكرر اكتر من مره في كذا مباراه، او بيتكرر اكتر من مره في ماتشات متقطعه، انما اللي بيحصل في النادي الاهلي والجمل الفنيه او التكتيكيه اللي بتتحسب للسيد بيتسو موسيماني، زي الجمله اللي حصلت النهارده بين قفشه ومكسويني والسرهات الكوره اللي شاطها قفشه وصدها بسام، لا دي مش جمله، ده مجهود فردي للعيبه، ده مش جمله فنيه. تقعد بقى تتكلم عن ماتش وبدايه موسيماني واستمرارك بطاهر محمد طاهر وحسين الشحات، ما عنديش مانع انك تكمل باللعيبه القدامى وتخلي الصفقات جديده ما تاخدش فرصتها النهارده، انا متفق معاك ان انت ما تبداش بالصفقات الجديده. ليه بقى؟ لان انت لما تبدا بالصفقات الجديده معناها ان انت هتنزلهم من الدار النار، اول ماتش هيبقى مباراه بطوله، في مفترض الحرس القديم هو اللي يشيل ماتش البطوله ده، بس هل الحرس القديم النهارده وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر كان عندهم امكانيه ان هم يحلوا التكتلات الدفاعيه اللي كان عاملها كابتن باسيوني؟ الراجل لام اللعيبه بتاعته النهارده بالعافيه عشان العب بيها الماتش، علشان بعد الماتش ده هتلاقي احمد سمير راح فيوتشر، ومحمد بسام راح حته، ولاعب نص الملعب عمرو السيسي هيروح مكان، ولاعيبه كتير جدا هتمشي بعد الماتش، يعني كابتن باسيوني لام اللعيبه دي عشان ماتش النهارده، تخيل. وتنزل انت كابتن باسيوني اللي عامل حسابه ان هو بعد الماتش لما يخسر هيطلع يقول ان الفريق بتاعي مش جاهز، وانا صلمت ان انا في التوقيت بتاع الماتش النهارده، انت منجم كابتن باسيوني علشان خاطر اللعيبه بتاعتك على الاطراف مش قادره تأدي، وانت معاك الكوره مش عارف تلاقي حلول فنيه، ومستني ان طلائع الجيش يطلع وحمدي والسوليه نقطع ونلعب ورا الدفاعات بسرعه لمحمد شريف، حصلت وللاسف محمد شريف ضيعها، وقعدنا ندور شوط تاني موسيماني هيعمل ايه؟ هنزل مكسويني بدري مكان طاهر اللي باين ان هو مش شايف قدامه، ولا هنزل حسام حسن بما اننا مضطرين نلعب عرضيات وكنا شايفين من العرضيات فرصتنا ان احنا نسجل اهداف؟ موسيماني اتاخر في تغييره مكسويني، واتاخر كمان جدا في التغييره بتاع حسام حسن. وفين كهربا في العنكشه والماتشات المعقربه دي؟ كهربا هينزل الكره تخبط فيه يجيب جول بس، عادي عندنا مشكله، وصلنا لاكسترا تايم. كابتن باسيوني لعيبته بدات تبان ان هي خلاص بدنيا انهاروا تماما، هل هنكون احنا قادرين ان احنا نسجل؟ لا برضه في عك وفي حاجات كتير، بس على فكره عايز اقول لك حاجه، كابتن باسيوني وطلائع الجيش لو كان قاعد يلعبوا شهر كامل ما كانوش هيقدروا ان هم يسجلوا، مش 120 دقيقه، الطريقه الوحيده اللي كابتن باسيوني يطلع كسبان بيها الماتش ده هو انه يلعب ضربات جزاء، وكابتن باسيوني اول ما وصل لضربات الجزاء خلاص بقى عنده فرصه ان هو يطلع كسبان النهارده، انما جوه الملعب كابتن باسيوني الفرقه ما كانتش مرشحه ان هي في اي وقت ممكن تسجل اهداف، يعني انت بتلعب قدام فرقه عندهم حجاجهم لو خسروا وعندهم مشاكل كتيره جدا ان هم بدنيا مش قادرين يكملوا معاك ال 90 دقيقه، ومع ذلك انت عمال تعمل حاجات غلط في بدايه الماتش وبتنزل تغير متاخر وتقعد تتفرج على الفريق في ضربات الجزاء والناس تبقى قاعده عماله تدعي في ماتش مفترض ان هو كان بالنسبه لك يكون ماتش سهل، بس مع الاسف حرسك القديم النهارده كانوا سيئين في ان هم يشيلوا الماتش، ووصلت ضربات الجزاء وكان عندك سوء توفيق ان لعيب زي محمد شريف ولعيب زي مجدي قفشه ولعيب زي بدر بنون انت منزله عشان ضربه الجزاء يجي مضيع، فتلاقي في حاجات كتيره جدا حصلت لك علشان نقول لك ان خلاص يا معلم الحظ اللي كان موجود عندك بدا يروح، ولما الحظ اللي كان عندك بدا يروح والنتائج ما بقتش تخدمك فهو ده الوقت المناسب ان احنا نتكلم فيه على مدى جديه استمرار موسيماني في القياده الفنيه للنادي الاهلي. اعتقد النهارده في ضغوط هتعلى حوالين مجلس اداره الاهلي، وهنبدا نتكلم بجديه حوالين ان هل موسيماني وافكاره الفنيه قادرة ان هي تحل المشاكل اللي الاهلي وقع فيها السنة اللي فاتت اللي ادت لخسارة الدوري ولا لا؟ اتمنى ان انت تقول رأيك في النقطة دي.